اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نرحب بزميلتنا العزيزه سالة حامد، هتتكلم مع حضراتكم عن كل ما يخص الاخبار المحليه والعالميه. ازيك يا سالة؟ ازي حضرتك يا كابتن اسلام؟ إيه؟ انا زي الفل الحمد لله. اخبار السالة، شايفك بقى في الطايره عماله تجري يمين. امبارح انبسطت تشتكي ان سالة مش موجوده في الماتشات. خلي بالك في ماتشات لا بدأ انا جالي شكاوى ان سالة ما بتروحش ماتشات وبتروح ماتشات معينه، ما في ماتشات بيبقى في نفس الميعاد. صحيح، فبتميز هي برضه. لا خلي بالك بقى عشان ايه محطوطه تحت المنظار. لا انا بحب جدا صراحه الفرجه على الماتشات الباسكت والفولي وهاندبول، ففعلا كنت موجوده امبارح واول امبارح كمان، بس ما قدرتش بقى احضر بقى الطايره بقى بتتوجم طبعا بطوله الدوري عشان بقى كنت في ماتش الكوره. كنت في ماتش الكوره بس حضرت الفاينل. حضرت الفاينل خلي بالك السوبر. وليها انترفيو مع تيتيانا هايل، عامل حتى فيوز حلوه قوي على اليوتيوب. لانه تاتيانا الحقيقه عامله طبعا سالة، ولكن تاتيانا برضو عامله شغل رائع جدا جدا خلال هذه المباراه وخلال هذه الفتره المتواجده فيها الحقيقه مع النادي الاهلي. عموما يا رب دايما تبقى في انتصارات ودايما في فوز لكل فرق النادي الاهلي وكل العاب النادي الاهلي. عندك ايه النهارده؟ احكي لنا يا رب يا كابتن سام. عندنا طبعا اخبار كثيره النهارده متعلقه بالتاكيد بالفريق الاول لكره القدم وجميع الالعاب الاخرى وكمان اخبار عالميه. اتفضلي. طبعا خلينا نبتدي بالتاكيد بالفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي، واختتم المارد الاحمر تدريباته تحضيرا لمواجهه انفي مساء الاثنين ضمن المؤجلات الجوله 16 للدوري الممتاز لكره القدم والتي ستقام على استاد القاهره الدولي. وكمان المدرب مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي عقد محاضره فنيه بالفيديو مع جميع اللاعبين، وحرص كمان كولر على الاجتماع مع الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق على هامش المران الجماعي، وطبعا لذلك اطمئنان على حالة جميع اللاعبين المصابين في صفوف فريق النادي الأهلي. كمان يمكن خلينا بقى نروح للالعاب الاخرى، وبالتاكيد الفريق الاول لكره الطايره سيدات، يمكن يعني طبعا المدير الفني للفريق الاول لكره كره الطايره سيدات الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني لكره الطايره عبر طبعا عن سعادته بالتتويج ببطوله الدوري العام لكره الطايره سيدات بعد الفوز على الزمالك في المباراه الثالثه من سلسله ذا بيست اوف 3 في نهائي بطوله الدوري العام لكره الطائره، مؤكدا على ان الفريق بذل مجهودا كبيرا خلال الفتره الماضيه من أجل تحقيق اللقب، وأن ثقته كانت كبيرة في حسم البطولة خلال المواجهة الفاصلة ما بين النادي الأهلي والزمالك، وأن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرا إلى أن كل أو جميع اللاعبات الفريق كانوا يعني على قدر المسؤولية وعندهم رغبة كبيرة في الحفاظ على لقب الدوري العام لكرة الطائرة. كابتن اسلام طبعا ويا عبد الرحمن، يمكن كنت عايزه اقف عند الخبر ده واتكلم معاكم. يمكن زي ما كابتن اسلام قال كنت متواجده امبارح في المباراه. طبعا يا كابتن اسلام كانت مباراه صعبه جدا، وخاصه ان طبعا يمكن كل النهائيات في كل الالعاب، يمكن شفنا الفتره اللي فاتت معظم النهائيات تبقى اهلي وزمالك، مش بس بنشوفها في كره الطايره كمان بنشوفها في كره اليد. الحقيقه مباريات حلوه وانت قاعده بتتفرجي. الحقيقه انا مستمتع بالمباراه وانا بتفرج يا عبد الرحمن، قاعد مبسوط بشكل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه، والحقيقه ونادي الزمالك عاملين برضو مجهود كبير. الماتش رايح جاي وماتش حلو، انت الليدنج وانت اللي راكب يعني المباراه، ولكن في النهايه هي مباراه حلوه وانت قاعد تتفرج تبقى مستمتع كمان ان انت بتكسب النادي المنافس ليك نادي الزمالك، بيبقى الاستمتاع اكبر واكبر واكبر. يعني خلي بالك يا كابتن ان الزمالك ما كانش منافس الاهلي في الفولي تحديدا لحد من سنتين. اوكي، يعني كان منافس مثلا البنات الشمس، وكان منافس الرجاله الجيش لحد من سنتين بالظبط، لحد ما الزمالك بدا يقوي شويه الفرق بتاعته. لا هو الزمالك دفع فلوس كتير جدا كتير جدا يعني. كتير يعني جدا يعني. غير الفلوس بقى بس في النهايه المنافسه بقت بالنسبه لي انا كمشاهد اهلاوي وكمشجع اهلاوي امتع بكتير جدا وانت بتاخد البطوله من الزمالك. بقول لك ايه، احساس مكسبك لنادي الزمالك لطيف. بالظبط. اسمعوا كلامي. بالظبط يعني. نادي الزمالك نادي كبير طبعا وماليش علاقه بهذا الامر، ولكن لما وانت في الملعب وبتكسب نادي الزمالك احساس حلو. الغريم التقليدي على فكره سواء للاهلاوي او الزملكاوي، البطوله اللي بتتاخد من منافسك التقليدي بعيدا عن طبعا البطوله دي كمان بتبقى قصه ليها طعم ثاني خالص. فالالعاب اللي فيها الاهلي المنافس بتاعه الزمالك، الجمهور حتى جماهيريا بالمناسبه، جماهيريا وتسويقيا بتفرق جدا. فالفولي السنتين اللي فاتوا دول بدا يبقى في منافسه بين الاهلي والزمالك، فبدا الجماهير اصلا بشكل مختلف يبقى حضورها مختلف وشكلها مختلف، وحتى ماركتنج او تسويقيا يعني لا بدا يبقى ماتش الاهلي والزمالك للفولي ليه طابع كروي سواء سيدات او رجال. سواء سيدات او رجال الحقيقه يعني.
بالظبط. يمكن طبعا شفنا يمكن كمان يمكن زي ما الكابتن اسلام قال يمكن مباريات الزمالك بتكون يعني مكسبه ليها طعم او ليها احساس مختلف طبعا، خصوصا بقى لما مباراه كمان تكون صعبه. يعني شفنا اول مباراه النادي الاهلي فاز فيها، ثاني مباراه خسرنا فيها، ثالث مباراه طبعا مباراه فاصله فازدادت صعوبه، فيمكن خلى الفوز كمان يعني طعمه مختلف او يعني غير ان احنا كسبنا 2-0. عندي سؤال ليكي بقى في الانترفيو بتاعت تيانا ده، انت اللي حفظتيها عربي ولا مين اللي كان محفظها؟ هي جايه حافظه جاهزه يعني، هو طبعا اللاعبات في الفريق قاموا بالواجب الصراحه. لا هي ما شاء الله قالت لي بتتكلم شويه عربي، قالت لي ان شاء الله هنفوز بثلاث بطولات، بوعد النادي او جماهير النادي الاهلي بالفوز بثلاث مباراه، فقالت في الاخر ايه هنفوز بكل البطولات ان شاء الله. فهي لا هي متعلمه عربي جاهز طبعا. بس هي جنبك انت، انا عارف ان سهله طويله مش قصيره يعني، سهله كبنت طويله، بس انا حسيت ان سهله قصيره جدا يعني. لا انا طولي 173، هي اطول مني بقى، هي تقريبا طولها يعني 183 تقريبا. طبعا خلينا نستكمل اخبارنا، واستكمالا لجميع اخبارنا يمكن كمان اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن اكتمال اضلاع المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا بعد تاهل النادي الاهلي، الترجي التونسي، وميلودي سان داونز الجنوب افريقي، ومازيمبي الكونغولي. وسيقام الدور النصف النهائي بنظام مباراه الذهاب والاياب يومي 19 و20 ابريل ذهابا، ويومي 26 و27 ابريل ايابا، وسيواجه النادي الاهلي في النصف النهائي الاول مازيمبي الكونغولي في مباراه بالتاكيد مثيره، وسيواجه الترجي التونسي ميلودي سان داونز في الدور النصف النهائي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.